بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحاول رجال فرعون أن يسدوا ماء الفيضان، ولكنهم لم يفلحوا. وعلم موسى أن الفيضان هو غضب من الله على فرعون وقومه، وقرر أن يذهب لهم ويخبرهم بالأمر. أهلا بأنبياء الله، بماذا جئتموني هذه المرة؟ وطلب موسى من فرعون أن يترك العبيد كي يخرجهم موسى من مصر حتى ينتهي الفيضان، وأن هذا غضب من الله عليهم. غضب من الله؟ أم فعل سحر من أفعالك؟ كنت أحسب أن الآلهة قد غضبت مني، ولكن بعدما قلته الآن علمت أنه عمل سحر صادر منك. مهما تأتنا به من آية يا موسى فلن نؤمن لك. أتريد أن تقول إن إلهك فعل هذا من أجل مجموعة من العبيد الذين لا ثمن لهم؟ إن حججك أيها الساحر واهية وتفتقد إلى المنطق. وإذا خرجت أنت من مصر سيعود الرخاء لنا جميعا. إنك شؤم علينا، هيا اغربا عن وجوهنا. هيا. اترك له العبيد ليخرج بهم من مصر، وسيرفع الله الغضب عنا. غضب؟ إنه غضب، ولكنه غضب من الطبيعة. كم؟ وماذا بعد؟ لقد دمرت مياه الفيضان محاصيلنا وهدمت بيوتنا. إن لها أسانه أنزل سحره على ماء النيل فجعله يفيض علينا. عندي حل. وما هو؟ سأخبر موسى أنه لو أذهب عنا الفيضان لنؤمنن به ولنرسلن معه العبيد. ولماذا نقول ذلك؟ حتى نعلم هل هو الذي وراء هذا الفيضان أم أنه فيضان من الطبيعة. موسى، يا موسى، يا أيها الساحر، ادعو لنا ربك. لئن نجانا من هذا الطوفان لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وصدقهم موسى ودعا الله أن يكشف عنهم العذاب، فتقبل الله دعاء موسى ومنع الفيضان عنهم، وعادت الأرض كما هي واستقامت وأنبتت الزرع. موسى، ألم يعدك رجال فرعون أنه إن دعوت ربك وأذهب عنهم الطوفان فسيتركونا نرحل؟ ها هو الطوفان ذهب ونحن لم نذهب.
اذهب واطلب منهم أن يتركونا نخرج معك. موسى، مرحبا بك. وطلب منه موسى أن ينفذ ما وعده به. اصبر يا موسى حتى تتعافى البلاد قليلا. أتريد أن تتركنا في هذه الظروف وتأخذ العبيد وأنت تعلم أنهم من يزرعون ويحصدون ويبنون؟ انتظر قليلا، انتظر لأجل خاطرنا. وصدق موسى الرجل وانتظر مدة.